معانا سلطه الفتوش. دي هي جاهزه حضرتك بس هتغرفها لنا. حاضر. ناخد ده في المقدمه. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفتوش مقاديرها على الشاشه للساده المشاهدين. فتوش، خس، طماطم، خيار، كل ده مع بعضه، والطبق الحلو ده كده نعملها ميكس مع بعضها. اه حاضر. اهو انا معايا شوك. طيب حطها لنا كده بالتقليبه الحلوه زي الفل. هنجيب بصلايه صغيره نحط عليها شويه سماق. الفتوش من غير السماق يا استاذه دينا؟ انت عارف ان انا قعدت فتره طويله جدا بتلخبط ما بين الفتوش والتبوله. لا ده فرق كبير. البرغل. أيوه البرغل والمكونات. لاني بحب الاثنين. هتقلبيها مع بعضيها. استاذه دينا سؤال حلو قوي. رمضان في مصر حاجه ثانيه. طبعا. والسر في حب الناس وتفاصيله واللمات والاحتفاليه والحاجات الحلوه. طبعا. رمضان للاستاذه دينا بقى بحكم سفرها، بحكم ان هي اصدقاء، بيمثل حضرتك ايه؟ بص هو طبعا زي ما بقول لك هو حلو جدا، لمته الحلوه. انا كنت بس محظوظه قوي السنه دي، الحمد لله انا قضيت اول 10 ايام في رمضان كنت بعمل عمره. الحمد لله. وده اول مره في حياتي اطلع عمره كمان، فكانت بالنسبه لي رمضان السنه دي كان مختلف جدا جدا وفي سعاده يعني كبيره. رجعت بقى كان كل اهلي واصحابي والناس كانوا وحشيني. فشفت كل حبايبي، فدي بالنسبه لي رمضان السنه دي مميز. مميز طبعا ان انا يعني ايه مع مع احمد، يعني دي بتبقى حاجه حلوه جدا يعني طبعا في البيت. سعاده زوجيه وبيت. لمه البيت الحلوه دي بتبقى جميله يعني. يا زيت حتى في الدول الاخرى دايما يقول لك رمضان اجازه انزل اقضيها في مصر. اصل رمضان في مصر ليه طعم تاني. مختلف، السهرات، اللمات، مش هقول لك بقى الخيام الرمضانيه وبس، احنا في البيوت نفسها لمتنا مع بعض بتبقى حلوه جدا. الاغاني اللي بنسمعها، صلاه التراويح، كل حاجه في مصر حلوه بتفاصيلها. بتفاصيلها. انزل بقى. انزل حضرتك بالتساوي كده. حاضر. تسلم ايدك زي الفل. فتوش تمام. اقلبه بس. أيوه. تقليبه حلوه كده. هنزينه بالرمان. ماشي. الرمان بتفصصيه ازاي يا ابو حميد؟ انا بقطعه اربعه كده. وبعدين ايوه بقوم كسرها كده. خدي الطريقه دي. دي بس دي لا بتطرطش على المطبخ كله. مش هيطلع من البوله. هو مش هيطلع بس بيطرطش عليا. على المطبخ كل حاجه الاحمر. هناخد شويه الرمان دول. ماشي. نزين بيهم الفتوش. تحب دايما الرمان فريش على الفتوش؟ بيبقى طبعا دبس الرمان مع البصل بالذات. هم السوريين بيحبوا اللبنانيين الرمان جدا، ده حتى بيحطوه على الفول. يعني انا لما باكل اي بتصحر في مكان سوري او لبناني الاقيهم حاطين وع الجبنه. بالنسبه اللبنة. التطرق للمطابخ الاخرى يعني. بتحب المطبخ المصري بس بتفاصيله ولا بتميلي برضو للمطبخ الشرقي الغربي؟ انا بحب الاكل كله. يعني مفيش حاجه اي اكل. يعني انا حتى السوشي بحبه، ممكن اكله. الايطالي باكله. لا يعني انا يعني تغيري. بحب اغير جدا. ممكن الاكل اللي هو السويت اند ساور ده اللي ماليش فيه قوي. ده ما احبوش يعني، ماليش فيه قوي. لكن والاكل الهندي طبعا لا، عشان مشطشط قوي وانا مش بحب السبايسي. لا انا لو الفلفل الاسود ذات في الاكل ما اعرفش اكله. حلو. الفتوش شكلها جميل طبعا. طبعا زي الفل. تسلم ايدك. تفاصيلها حلوه مع الرمان.